السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير إخواني الفلاحين والمربين. تكلمنا في أعداد ماضية على أهم أعمال التشتية بالنسبة للنحل واللي نسموها إيفيرناج. نكملوا اليوم مع أهم هذه الأعمال، ومن بين النصائح اللي ذكرناها حماية الخلايا من الرياح. هنا بالنسبة للمربين اللي دايرين النحل عند مصدات الرياح كاين له أفضل، لكن النحل اللي ما تتوفرش عنده أشجار والله ما قدرش يدير مصدات ريح في الوقت المناسب، كاينة ثاني طريقة لحماية النحل من الريح، وهي أنه يعمل سور، يعني يبني سور بمواد عادي بسيطة ومش مكلفة، ما يكلفش روحه ياسر، يعني بمواد بسيطة ومش مكلفة يديروا هذا السور، يديروا على شكل حرف U باللغة الفرنسية، يعني يكون مفتوح من جهة الشرق والله القبلة. إذا كان عندك أقل من 50 خلية راح هذه الطريقة راح تكون لك حماية مليحة ومميزة بالنسبة للنحل تاعك، سواء في فصل الشتاء ولا في فصل الصيف. نديروا له هذا السور، نديروا له سقف، نسقفوه بالجريد عادي ولا بالطين، هذه الطريقة مليحة راح تحمي بها الخلايا من الريح وحتى الأمطار والثلوج. وبالنسبة الآن بالنسبة لوضع الصندوق بحد ذاته، نحاولوا نميلوه قليلا للأمام بحيث لما تصب الأمطار ما يتجمع ليش الماء داخل الصندوق، يعني نميلوه نصوبوه للأمام ما يتجمعش الماء داخل الصندوق، وهو راح يتأثر لي على النحل وعلى الإطارات اللي كاينين في الصندوق. تقريبا هذه أهم أعمال التشتية يبان فيها للنحل أنه الأعمال قليلة بالمنحل، لكن بالورشة ولا البلاصة اللي مخزن فيها صناديق فارقة والإطارات وأدوات النحل راح لازم يخدم ويوجد ويحضر صناديق القديمة ينظفها، وكاين حتى اللي عاود يصبغها ينظف أدواته اللي يستعمل فيها أدوات النحال تاعو، يستعمل ينظفها ويطهرها، وثاني يحضر الإطارات الشمعية ويقوم بتثبيت الإطارات الشمعية لتحضيرها الموسم الجديد إن شاء الله، وثاني في هذا الفصل يكون عنده الوقت باش يطلع ويقرأ على هذا النوع من التربية، معناها كاين عندك الوقت أنك تطلع أكثر وتعرف أكثر على سلوك هذا الحشرة اللي ربي وحالها، ويعرف كل ما هو جديد في ميدان تربية النحل. بهذا ننهي معكم موضوع تربية النحل. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بجلفا. كانت معكم المهندسة شرق صباح، مهندسة بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بالجلفا.